مرحبا، نحن هنا اليوم لنقدم لكم الفائزين بالمراكز الثلاثة بمسابقة الجري، وهم الطالب سعيد الفائز بالمركز الأول، والطالب فواز الفائز بالمركز الثاني، والطالب خالد الفائز بالمركز الثالث. كيف استطعت يا سعيد المحافظة على سلامة وصحة جسمك؟ لقد اعتدت على النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً. وماذا عن طعامك يا فواز؟ أحرص على تناول غذاء صحي ومتنوع، وأشرب كثيراً من الماء خلال اليوم. وأنت يا خالد، ماذا فعلت لكي تحصل على هذا المركز المتقدم في المسابقة؟ أمشي يومياً وأمارس رياضات مختلفة وألتزم بقوانين السلامة. وكيف تنظم وقتك يا سعيد؟ أنظم وقتي بين القراءة والدراسة والرياضة، ودائماً أسأل والدي عما لا أعرفه. هل تشارك يا فواز وقتك مع عائلتك؟ نعم، فأنا أحب عائلتي وأساعدهم وأستمتع بوقتي معهم. وماذا عنك يا خالد؟ كيف تحافظ على سلامتك؟ أردد أذكاري وأدعو الله أن يحفظني ويوفقني، وأتبع قوانين السلامة بالمدرسة والشارع والمنزل. ما شاء الله، أحسنتم جميعا. باتباعكم السلوكيات الصحيحة نبارك لكم جميعا الفوز. وأنتم يا أطفال، تذكروا دائما أن تحافظوا على أجسامكم صحية وسليمة.